بسم الله الرحمن الرحيم. 9 مارس يوم تاريخي في حياة المصريين، يوم من أيام العزة والكرامة، يوم الشهيد، يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وهو وسط جنوده وضباطه، ترك المكتب وذهب إلى هناك. كنا بنبني جيشنا، كنا بنستعيد الأمل من جديد، كنا بنستلهم دروس التاريخ وندرك ان البلد دي مش هتقع. كان عبد الناصر ينزل الجبهه ويمر على الجنود والضباط، كان يقول لهم هنحارب ومش هنسكت. كان ده شعور وفعل كل جندي وكل ضابط وكل قائد. هو ده جيشنا بكل تاريخه منذ تاسيسه الاول 3200 سنه قبل الميلاد. ده جيش مصر العظيم اللي ما يعرفش في الدنيا غير رسالة الدفاع عن البلد والأمن القومي للوطن. النهاردة احتفلنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الذكريات مرة أخرى، تاريخ الشهادة عند المصريين وعند الضباط وعند الجنود لم يتوقف عند يوم محدد. ما زلنا حتى الآن نضحي ونقدم الشهداء، واللي شفناهم النهاردة بعض أمهات الشهداء، واللي شفناهم السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، كان ده إعلان جديد إن مصر باقية وصامدة ومستمرة برجالها وأبطالها الشرفاء. ده الجيش اللي بيشتموه بره، ده الجيش اللي بيحاولوا ينالوا منه، دول الأبطال الأسود اللي نزلوا سينا وحرروها، اللي عبروا بينا، اللي خاضوا حرب الاستنزاف، اللي كانوا دايما عند ظن المصريين في كل أزمة وفي كل معركة. لما الرئيس بيقول لكم مفيش إرهاب بيهد بلد طول ما كلنا على قلب رجل واحد، لما بيناديكم وبيقول لكم اوعوا تخربوا بلدكم يا مصريين، ده من قراءة حقيقية لواقع هو عاشه، وضرب مثل بالاجتماع الثلاثي اللي ضمه، وضم اللي هو مراد موافي عن المخابرات العامة، وضم اللي هو حسن عبد الرحمن رئيس قطاع مباحث أمن الدولة في هذا الوقت. كانت الأمور كلها اترتبت داخل سيناء، كانوا بيعملوا بنية تحتية وبيعملوا بنية بشرية زي ما قال سيادة الرئيس، وبيدربوهم برا وجوه، كانوا بيحطوا السلاح وبيجهزوا لمعركة كبرى. كان اجتماع مهم ان اتكلم عليه النهاردة سيادة الرئيس، وقال ما كناش عارفين نعمل حاجة، الظروف، اتفاقية التسوية مع إسرائيل، الاتفاقية المصرية الإسرائيلية، حط القوات في إطار محدد لا يخرج عن المنطقة ألف بالذات، كظروف كتيرة جدا تمنع المواجهة في هذا الوقت. وعشان كده